أكد وزير النقل والاتصالات بأنه تم توجيه هيئة تنظيم الاتصالات للبدء في إجراءات طرح ترخيص المشغل الثالث لخدمات الاتصالات في السلطنة، وذلك بهدف زيادة المنافسة. في إنجاز جديد، وضعت عمان تيل السلطنة في المرتبة 13 على مستوى العالم ضمن أسرع الدول في شبكات الجيل الرابع بامتلاكها أول وأوسع شبكة للجيل الرابع. تواصل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أعمال الصيانة والتأهيل لـ 22 فلجاً بمختلف ولايات محافظة الداخلية، وذلك بهدف رفض الثروة المائية والمحافظة على استدامتها. كترت شرطة عمان السلطانية في جمارك خطمة ملاحة من إنها تلقي القبض على صاحب مركبة حاول يهرب إلى السلطنة 300 عبة سجاير مقلدة ومغشوشة.